تحية لكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في المناظرة اليومية. هل زرعت إسرائيل أجهزة تنصت على الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض؟ أهي صحيحة الأنباء التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين مفادها تنصت إسرائيلي على الإدارة الأمريكية؟ هل ستؤثر الأنباء التي نفاها نتنياهو على علاقته بالرئيس ترامب؟ وإن صحت، لماذا إذن تتنصت إسرائيل على حليفتها الأم؟ هل هذا مرتبط بتحليلات ذكرت تراجع العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ملفات عديدة؟ في المقابل، ألا تسعى أطراف إسرائيلية وأمريكية معارضة لسياسة نتنياهو للتأثير عليه قبل أيام من موعد الانتخابات في إسرائيل؟ ألم توصف العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في حقبته بالأفضل في التاريخ؟ نبدأ المناظرة. حول ذلك أرحب بالضيوف وأبدأ بالسيد أشرف العجرم الوزير الفلسطيني السابق، مرحبا بك سيد أشرف. ودكتور رؤوفن بيركو الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، مرحبا دكتور رؤوفن. أبدأ معك، ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الأنباء التي نشرت حول تنصت إسرائيلي على البيت الأبيض بشكل عام؟ نبدأ بالتفاصيل وبدقة التفاصيل، وهي عديمة أي صحة، يعني ليس هناك أي يعني مجال للبحث. قد ينهب هذا كل مجال البحث تبعنا في هذا الاستوديو، ولكن ليس لإسرائيل أي ضرورة أو حاجة لتنصت على أغلى صديق لها في المعمورة، هذا من جهة. وتبين من خلال اعتراف FBI أنهم اللي وزعوا الأجهزة، بغي تنصت وتجسس على من يريد، المس بأمن أمريكا أو تجسس على ترامب. لإسرائيل ما في علاقة لهذا الموضوع ولا ضرورة للتجسس، طالما ولو تنصتت إسرائيل وهذا غير صحيح، ليس هناك ما نتجسس عليه. كل أسرار إسرائيل بيد أمريكا والعكس، أمريكا مخلصة لإسرائيل يعني منذ سنين، وهي شريكة استراتيجية لأهداف إسرائيلية في هذه المنطقة. يعني أقول بين قوسين أنه منذ أن تورطت إسرائيل بطريقة غير مباشرة على طريق مبادرة شخصية من قبل أحد علاقاتها بأمريكا، ولم يكن هنالك شانس. وأقول لك هذا من خلال خدمتي السابقة قبل سنين في جهاز المخابرات الإسرائيلية، هذا أمر ممنوع أن تمس إسرائيل أو تحاول أن تجند أي من ولكن لماذا ينشر نبأ كهذا في وسائل الإعلام في هذا التوقيت؟ نعم. خصوصا وأن الفترة الحالية في تحليلات تشير لأن هناك نوع من عدم التوافق في وجهة النظر بخصوص ملف إيران، وكان هناك انتقاد إسرائيلي واضح لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. لم تمر علاقات إسرائيل بأمريكا أحسن، لم تكن علاقات إسرائيل بأمريكا أحسن من هذه الأيام، حيث أنا الأمريكان اعترفوا ب كون القدس عاصمة دولة القدس الموحدة، واعترفوا بالسيادة الإسرائيلية في الجولان. وإذا كان هناك زيارة أمريكية لإيران متوقعة، أو إذا كان هناك لقاء مستقبلي مع طالبان، ليس من خصوصنا. لا ننسى أن أمريكا هي يعني إمبراطورية كبيرة هي الحليفة الأم لإسرائيل، وهذا كان التساؤل. سيد أشرف، أنتقل إليك وجهة نظر. يريد المس بعلاقات ترامب مع نتنياهو. دكتور بيركو، لم تكن مفاجئة، متوقع بأن يقول بأن هذا الخبر غير صحيح، ولكنه خبر نشر في وسائل الإعلام أثار ضجة، دفع نتنياهو لأن ينفي هذا الخبر. كيف تقرأ ذلك سيد أشرف؟ أنا لا أستبعد أن تقوم إسرائيل بأي شيء، وتجربة جوناثان بولارد الذي ثبت بالدليل القاطع وأدين بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل معلومات حساسة لإسرائيل تتعلق بالمنطقة، تتعلق بحلفاء إسرائيل بالمنطقة. أنا أذكر القضية تماما، وأذكر كيف جهدت إسرائيل طوال السنوات لإطلاق سراح جوناثان بولارد. أنا أريد فقط أن يعني أذهب بعيدا بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. أكثر زعيم دفع مساعدات لإسرائيل باراك أوباما، هو دفع لهم 35 مليار دولار، طائرات الاف 35، هاي مش من ترامب، هاي صفقة. وماذا قالوا عن باراك أوباما؟
معادن للسامية، هو وجون كيري، لأنهم اختلفوا معه أو اختلف مع الحكومة الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل طبيعتها أن تذهب إلى تحالفات، ولكن هذه التحالفات ممكن أن تتحول بين لحظة وضحاها أو ليلة وضحاها إلى عداء أو إلى اتهامات. لهذا أنا لا أعتقد أن إسرائيل حتى تثق بترامب. نعم. ولهذا السبب أنا أعتقد أن إسرائيل معنية بمعرفة دقائق الأمور داخل البيت الأبيض تحسبا لانقلاب ممكن يحدث في الإدارة الأمريكية. وإحنا شفنا كيف بالأيام الأخيرة على سبيل المثال راح نتنياهو عمل الكشف المسرحي عن المواقع النووية الإيرانية التي دمرت، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن ترامب أنه سيلتقي روحاني، بل أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تقدم إغراء تخفف نوع من العقوبات من أجل أن يلتقي ترامب بروحاني. بالتالي إسرائيل طبيعتها لا تثق بأن أحد سيكون معها على طوال الوقت، وإذا كان حليف وقدم لها خدمات كبيرة كما هو ترامب لا يستبعد أنه بعد شهر أو شهرين يصبح ترامب معادن للسامية كما حصل مع باراك أوباما، وبالتالي نحصل خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. على تاريخ إسرائيل حتى في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشيء كان موجود. طيب هذه النقطة دكتور بيركو، بالفعل جوناثان بولارد هو شخصية التي تجسست لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في البحرية الأمريكية أيضا في أعوام أخرى بذنبه. لديها تاريخ إسرائيل في هذه النقطة، كيف ترد على ما طرحه سيد أشرف؟ أقول لك كل ما هو جدير بقوله. أول شيء بدأت بنفي أمريكي لهذا القضية المفترقة اللي عمل منها من الحبة قبة سيدنا الفاضل معالي الوزير. ما هو الأمريكان بأنفسهم نفوا أن يكون هذا العمل إسرائيلي. إذا قامت إسرائيل بهذه المحاولة كما يعني هنالك من يتصور، فهذه بدأت تكون تياسة من الدرجة الأولى من قبل إسرائيل ولا وحماقة يعني عظمى. لا يمكن أن تقوم إسرائيل بتجسس على دولة. لكن حصلت في السابق يا دكتور بيركو. ليس كذلك. بخصوص بولندا. أول شيء بدأنا بوضح المعطيات اللي يعني بقوله بالإنجليزي gentlemen do not argue about facts. يعني خلينا نتفق على المعطيات. المعطيات إنه هذا يعني شيء بعيد كل بعد عن شيء عقلاني. خاصة في ويقول ضيفك الكريم أن إسرائيل تغير بالها عن الناس بينما ترامب ثابت بتأييده، ويعني حتى يعني لا يمكن إذا ما وافقنا على موضوع إيران أو موضوع الطالبان ليس لنا أي صلة في هذه المواضيع. أما بخصوص بولارد وضحت سابقا إنه بولارد إن لم يشغل من قبل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية. هناك كان إنسان اسمه رفائيل إيتان أدينا، وكان إسرائيل أدانت هذه القتل، لم يكن بمبادرة من المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، كانت غلطة وإسرائيل تحملت الغلطة هذه. نعم. آنذاك. وأقول لك أكثر من هيك، المعطيات اللي زودنا بها بولارد كانت بحوزة إسرائيل. هذا كان غلط بكل معنى كلمة. أنا شخصيا شفت الخرائط اللي زودها، إنما ساعدونا رجالات تأمل وحزب الله اليوم أبطال الثورة اللبنانية كانوا ساعدونا على الخرائط، صور جوية كانت آنذاك بلقاء الأماكن اللي تحصنوا بها. نعم. التنظيمات الفلسطينية الإرهابية هذه آنذاك كان في حرب لبنان الأولى كان هذه طيب صور ساعدتنا بلقاء عندما ساعدونا رجالات حزب الله في هذه الأمور على الخرائط هذه. طيب هذه نقطة أخرى وهذه انتهت. طيب سيد أشرف برأيك يعني لماذا تحتاج إسرائيل أن تتنصت على إدارة أمريكية وصفت على أن هذه الإدارة أعطت إسرائيل ما لم تعطه الإدارات الأمريكية في بالضبط. سنوات طويلة. لحظة دكتور بيركو تفضل. يعني إسرائيل تدرك أنها في وضع غير قانوني، هناك احتلال إسرائيلي وهناك موقف ثابت لكل الإدارات الأمريكية مع خروج ترامب عن هذا الموقف، ولكن أيضا خروج ترامب عن الموقف لا يعني أنه سيذهب إلى النهاية، ربما يتراجع، ربما يقف عند هذا الحد. حتى في موضوع القدس الإدارة الأمريكية مرات تبدو كأنها يعني دعنا من ما يتحدث به فريدمان. وعد نتنياهو بضم غور الأردن قوبل بالرفض.
أمريكيا. يعني خرج بيان من البيت الأبيض بأن هذا ليس الموقف الأمريكي. بالضبط، قالوا لا يوجد تغيير في الموقف الأمريكي، عمليا هو لا يوافق حتى الآن، ربما في إطار الصفقة يوافق لا نعلم، ولكن الإدارة الأمريكية أيضا إسرائيل تتحسب من خطة صفقة القرن، تتحسب من أشياء ربما لا توافق عليها الحكومة الإسرائيلية. على سبيل المثال الأمريكان يطرحون في إطار صفقة القرن انسحاب من جزء واسع من الضفة الغربية، هذا غير وارد إسرائيليا، حتى في إطار أن هم بيقول لك يضموا شوية مستوطنات وضموا مناطق وإلى آخره، ويمكن القدس يزحوها عن طاولة، يمكن قضية اللاجئين، هناك قضايا أيضا إسرائيل لا تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية لا، وربما تصل إلى التنصت. هو اللي بيغير المواقف الأمريكية على رأيك؟ لا، التنصت يعطي إسرائيل مجال للتجهز لأي، حتى لا تفاجأ. يعني بدنا تنصت عشان نتجهز حالنا لهذه؟ نعم. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، التنصت يطيح لإسرائيل تغيير المواقف عندما تعلم أن هناك توجه لدى الإدارة الأمريكية. أنت عارف أنه أنت تكمل الفكرة. عندما لديها بلدوزرات مثل فريدمان وغرين بلات اللي راح إلى يعني للجحيم وغيره وكوشنير وغيره، يعني عندما تدرك أن هناك مثلا تخطيط لدى الإدارة الأمريكية في البنتاغون، في CIA، في أوساط القرار للدولة العميقة، ربما تدفع إسرائيل هؤلاء الذين يعملون لصالحها بتغيير هذا التوجه. أعتقد أن من مصلحة إسرائيل أن تعرف ماذا يفكر كل أحد في الإدارة الأمريكية من ناحية أمنية، وأعتقد أن إسرائيل تجاوزت دائما الخطوط الحمر في علاقاتها. دكتور بيكو، الإدارة الأمريكية ليس فقط الرئيس دونالد ترامب، أكبر الإدارة الأمريكية ليس فقط دونالد ترامب، هناك مستشار الأمن القومي، هناك وزير خارجية، وآخر ذلك كان إقالة بولتون أثار ردود فعل إسرائيلية. موضوع إيران، العلاقات بين إسرائيل وأمريكا حميمة وقريبة جدا، يعني عمرها ما كانت العلاقات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل بهذا القرب، قرب القلوب. ولكن ذلك لا ينفي ولكن ما قال لك ضيفك الفاضل هي أصلا تعكس ما يحلمون به الفلسطينيين، لربما وعسى أن يكون ويريت يكون، وإنت عارف أنه كيف المثل العربي يقول كلمة يريت عمرها ما عمرت بيت، وهم يحلمون إنه إسرائيل. أنا لا أتوقع من الإدارة الأمريكية. أنت تفسر من أنت تخاف من الإدارة الأمريكية. أنا أرفض كل ما تأتي به الإدارة الأمريكية. حتى لو حكى شيء تناقض إسرائيل. أنا تفكر يا عسى أن تتغير السياسة الأمريكية، وعسى بينما في الميدان، وأنا ما أقول لك لذلك قلت لك يعني كلمة يا ريت وعسى ويريت. هو يقول إسرائيل تفكر هكذا. دكتور بيركو كيف ترد على هذا؟ يعكس ما شوف، نحن ثابتين بعلاقة علاقاتنا مع أمريكا منذ إقامتها، وكان مع جورج بوش ثابتين وسرطوشة، وقف 10 مليار دولار تبع ضمانات القروض، وطلب من شامير بالقوة أنه يأتي لمؤتمر مدريد وأجبره على الحضور لمؤتمر مدريد. وبغض النظر من الإدارة الأمريكية مشاكل، يعني أنا ومرتي أحيانا نتقاتل، ولكن هذا لا يغير ميزانية المحطة المتبادلة. الأمن يفكر شو يصير. يعني أنا أقول في المعادلة الكاملة لما نقارن ما يحلمون به الفلسطينيين، إذا كان هناك تجسس فيعني من الوارد أن تتجسس شخصيات الفلسطينية على الأمريكان. إسرائيل ليست بحاجة لهذا التجسس، أمر غير وارد. عمرها ما كانت العلاقات الإسرائيلية حميمة لهالدرجة. ما قلته بكل احترام، ما قلته يعكس أحلامك وأوهامك وأوهام الفلسطينيين، إنه يا ريت تتغير العلاقات وإسرائيل تجهز لتغيير العلاقات، وربما سوف تتغير العلاقات. يعني ليس هناك ضرورة لذلك. موضوع إسرائيل والولايات المتحدة لا علاقة لنا، يعني الافتراض الاحتمال وكلمة الريال. سمعنا هنا تحليل أنه إذا كان هنالك وإذا كانت جدة دواليب لكان أقمت شركة بساط. إذا كان هنالك تجسستم وأنتم اختلفتم مع إدارات أمريكية سابقة، والرجل الذي قدم لكم أكبر مساعدة تهم شوف الأسامية. أنا أقول لك لماذا كل الأمر يثير السخرية، لأنه حتى FBI بهذا الخصوص، احنا ندرس وندردش بشيء ليس له أهمية وهو ليس له مصداقية بالمعطيات. FBI قالوا، تبين بكل وضوح
انه ليس للاسرائيليين اي شيء، ولكن احنا نريد ان نقيم هذه اللقاء الكريم في هذا الاستوديو. نشر ونفى نتنياهو من المهم بحث دكتور تبين واعترف هذا نبى ليس بالعلم. نعم يجب بحث تحمل المسؤوليه. طيب. في هذه الازمه انا ساقول لك امر دكتور بيركو ليس له رصيد، فانا مستعد. دكتور بيركو لما لا يكاد لا يخلو تحليل في نشرات هذا المساء، وأنا أتناول يوميا ملفات إيران، ضيوف إسرائيليين سواء عسكريين أو سياسيين. نعم. يتحدثون سواء بشكل عام أو بشكل مبطن عن انتقاد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى في الأوساط الإسرائيلية كان هناك تفاجؤ. نعم. من إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون. شوف أنا سألت واستغربت لماذا أخيل جون بولتون. أنا يعني تحليلي أنا لا أدري بالضبط إيش، ولكن جون بولتون كان له انتقاد على موقف أمريكا تجاه الطالبان بغض النظر عن أعلم لماذا، ولكن هذا الأمر هذا ليس له علاقة بالضرورة مع إسرائيل، وكمان على استعداد ترامب للقاء الإيرانيين بغض النظر عن السياسة الأمريكية لحد هذه اللحظة، اللي عكس يعكس ممكن تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران. هذا يعني لم يحمل في تياته أي ضرورة إسرائيلية تجسس على أحسن صديق لها في المعمورة لأمريكا. أتريد أن نتصيد في الماء الأكر ونقول قد يكون هناك سمك؟ ليس هناك سمك سيدي الفاضل، هذا كلام فاضي أفضل من فاضي. ولكن إذا أراد الفلسطيني أن ليس الموضوع الفلسطيني هذا وكأنه في شيء ليس هناك شيء. لا علاقة، لا الفلسطينيين طلعوا الخبر ولا الفلسطينيين علقوا على الخبر. انت تعلق على الوضع بشكل مقصود لنرجع الى بولتون. بولتون في الموضوع له موقف في ثلاث ملفات، انت نسيت الملف الاسرائيلي. بولتون مع ضم المستوطنات، بولتون مع ضم غور الاردن، وبولتون اختلف مع الرئيس حول هذا الموضوع، هذا الموضوع نسيتوه انتم. اقول لك اسرائيل تخشى ان تذهب الولايات المتحده الامريكيه لاتفاق مع ايران جديد، وهناك بوادر لامريكا للتخفيف، وانا بقول لك اسرائيل تخشى اي تغيير. انت كنت وزير لموضوع الاسرى، انا كنت في شغل المخابرات سابق، ما كل احترامي لك. هذه لو نصبت إسرائيل الأجهزة اللي مصمم أنت تجسست من وقت متحدة لا شو يعني هل هذا في من وسيلة التغيير بالموقف الأمريكي إذا أردت إسرائيل؟ ليس يعني هذا كلام يعني أنا من صالحي لا هذا منطقي. أنا من صالحي أعرف كل وزير في إسرائيل، أنا أشرف من صالح أعرف كل وزير في إسرائيل شو بفكر، أعرف ماذا يدور داخل الاجتماعات. مش بس أنا أعرف أن الموقف الأمريكي الإسرائيلي ضدي، ولكن من صالح أعرف كل التفاصيل داخل إسرائيل. مش بس إسرائيل، حتى أصدقائنا، أنا من صالحي أني أعرف معلومات عن كل دولة صديقة كيف بتفكر، إيش ممكن يصير في المستقبل علاقة معها. لا أعتقد أن في دولة يتاح لها فرصة لمعرفة دقائق الأمور داخل دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لك لا أنا متعفف. لا أنا بقول لك المشكلة أن يكشف، إذا لم يكشف الأمور تمام، إذا كشف أصبحت هناك مشكلة. لو لم يكشف كل احترام دخل الفلسطينيين بالموضوع. بولارد مش الفلسطينيين كشفوا، جوناثان بولارد رفضوا رؤساء أمريكا واحد ورا واحد يطلق سراحه لو موضوع بسيط وهين، وأنه زي ما بيقول واحد الاعتراف بالذنب فضيلة يا أخوي. الاعتراف بالذنب فضيلة. اعترفت إسرائيل بالغلط ارتكبته، مش اعترفت بالغلط ومسكوه، اعترف هو وقر بالذنب يا دكتور بيركو، وبالتالي بطل في مجال الإنكار. أنا بقول لك يعني ومنح الهوية الإسرائيلية الجنسية الإسرائيلية ومنح كل شيء. هذا إيش معنى أن تمنح جاسوس يتجسس على صديقك جنسية وهو بالسجن؟ أنت صديق. تقول أنا تانية. مع هذا التوجه، أنا هذا التوجه هو خطأ. أنت غلطان. المعلومات اللي زودها بولارد لإسرائيل مش عن أمريكا، عشان ندقق. أنا بقدرك كتير يا معالي الوزير. عن دول اللي حوالين إسرائيل فقط على موضوع التنظيمات الفلسطينية في لبنان فقط. سيدي الفاضل أنا بقول لك عن سوريا وعن أشياء. لا شوف الفكرة هي لنكون دقيقين على الأقل في هذا استوديو.
لم يتجسس بولارد على أمريكا، وإسرائيل لم تطالب منه أن يتجسس على أمريكا. حساسة مصنفة سري جدا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. لماذا نقل جوناثان بولارد معلومات من المفروض أن تعطيها الإدارة الأمريكية لإسرائيل؟ أنا أقول لك لماذا. أنا أجاوب وأنت قول لي صح أو غلط. لأنهم لا يثقوا أن الإدارة الأمريكية تعطيهم كل شيء، ويثقوا أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأشياء تخفيها جانبا، وبالتالي بقول لك أنا أحصل على كل شيء أحسن ما أستنى أنه يعطونا الإدارة الأمريكية جزء من هذه المعلومات. كيف ترد على هذه النقطة دكتور؟ بالتحديد هذه النقطة. إذا أردت أن تتعمق أنا مستعد أعطيك كل التفاصيل عن الموضوع. أنا أردت كثيرا. لا شوف، ولكن يعني عندما ندرس ونطرح فكرة التآمر على أمريكا، فالجاسوسية بولارد لم تكن على دولة الأم تبعه، هو زودنا بإمكانيات لم تكون بحوزتنا آنذاك، وهي صور جوية كانت بواسطة. أنت تقبل أن يأتي إسرائيلي اليوم وينقل أسرار إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية؟ سيدي الفاضل، تقبل؟ أتريد جواب كمان ولا تشير بإصبعك؟ لا، أنت تقبل. شوف، تقبل أن مواطن إسرائيلي يروح من وراء ظهر الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن وينقل معلومات حساسة؟ تقبل يعني يقول أن لدى إسرائيل اللي عملوا بعنونه؟ الموضوع يعني كأننا خرفنا الموضوع بطريقة، والله كل تقديري لك، وكأنه احنا بندردش ونقضي على قضية انتهت في أول الثمانينات. نحن اعترفنا بالذنب، والاعتراف بالذنب فضيلة، وحكم واعترفوا إسرائيليين في هذه القضية وانتهت. تريد أن نقيمها من الأموات؟ أنا الاستعداد. الموضوع اليوم هو ما نسب على إسرائيل من تجسس الإفبي آي، ونفى الإفبي آي هذه القضية. ليس لإسرائيل أي ضرورة. تفضل. شوف، أمريكا تعطي لإسرائيل وسائل قتالية سرية للغاية لم يعرفها أحد في المعمورة كلها. في السلاح الموجود بحوزة إسرائيل هو من أسرار الدولة الأمريكية. نحن ليس لا بحاجة لنتجسس على من يزودنا بهذه الأمور. وأقول لك أكثر من هيك، إسرائيل هي خلبت تجربة أمريكية. نحن نزودهم بتجديدات واختراعات إسرائيلية لم يكن بحوزتهم هذا الأمر. جربوا هنا أمانت السلاح عشان هيك بدرح. نعم، الإرهاب بده جواب. نعم، الإرهاب بده جواب. وأنتم الخطأ. أنتم في غزة. وإن عدتم عدنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سيدي، عدنا إلى المربع الأول. طيب دكتور بيركو، دكتور بيركو لحظة إلى تجسس الأمريكا ما دام هم يعطونا أحسن أسرارهم التقنية والتكنولوجية. يعني أنت تقول لي يا دكتور بيركو بأن إسرائيل تعلم؟ دكتور بيركو، قلت انه حتى بيركو. اوباما زودنا بالطيارات. شو بدنا نتكلم؟ هل إسرائيل تعلم كل ما يجري في البيت الابيض وكل الخبايا بخصوص الملفات التي تعني اسرائيل؟ لا اظن هكذا، ولا نريد. شوف، عكس ما يدور في الدول العربية وطبعا ما يدور في السلطة الفلسطينية وفي حماس، كل ما يتعلق به هو نظام غير ديمقراطي، هم يتجسسون على بعضهم. وهذه الموضوع لا دور هذا السؤال الفلسطيني. نحن كنظام ديمقراطي لا يعني نحن بوجود نحن سابقا. فأنا بقول لك كنظام ديمقراطي نحترم نظام ديمقراطي آخر، لنا علاقات نحترم بخلالها. فلذلك أنا أقول لك الموساد عمل عمليات قتل في دول صديقة لإسرائيل ديمقراطية أوروبية، وعمل عمليات خطف في دولة في تناقض. أنا أقول لك سوف تتفجع. أقول لك عدو هذا صديق وبروح بعمل عملية. شوف، أنت تكشف اليوم يعني نوع من يعني أنت لا كل ده يتفاوض. أحيانا الدول الصديقة اللي أنت تعتبرها صديقة لإسرائيل هي اللي سمحت بإسرائيل بالقيام بهذه العمليات، ولكن لا تريد أن تسمع ذلك. دكتور أوفن، أنت تتساءل. هذه الدول الصديقة سمحت إسرائيل بالقيام بهذه العمليات. لم يبقى للوقت. أنت تتساءل
لماذا تطرح قضية بولارد هنا؟ أنت رجل شرطة سابق ورجل مخابرات، عندما تحقق مع شخص سابقا عندما تحقق مع شخص تسأل هل لديه سوابق؟ نحن طرحنا هذا الموضوع لأنه يوجد سابق في التاريخ بخصوص هذه القضية. سيدي الفاضل، أنا جبتها أول ما فتحت كلامي. نعم. ذكر قضية بولارد وقلت إنه عبرة إسرائيل من هذا الأمر أنه لا تتجرأ إسرائيل بقيام ذلك أبدا. عبرة إسرائيل من الأمر أن تحتاط أنه ما ينكشف فقط، أما هي راح تستمر وهذا خط سياسي وأمني إسرائيلي. فإذا على السلطة الفلسطينية أن تشوف ماذا حواليها. السلطة الفلسطينية ضعيفة لا هي مش ضعيفة، ولكن طيب احنا مش موضوعنا موضوع السلطة الفلسطينية. أنا الوزير الفلسطيني إسرائيل خطوط حمراء. السيد أشرف العجرم، شكرا جزيلا لك وشكر موصول لك. هذا صحيح. دكتور ريوفن بيركو الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. بعد مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام المناظرة اليومية، نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.